السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد عادل وأهلا بكم في مجموعة الفيديوهات اللي هنشوف فيها مع بعض إزاي نبني تطبيق باستخدام لغة البايثون. في الفيديو السابق شفنا إزاي نستخدم برنامج الكيوتي ديزاينر علشان نرسم واجهة مستخدم، وانتهى بينا عملية الرسم إن إحنا عملنا الواجهة ديت اللي هي ناويين نستخدمها في حل مسائل حساب تصرفات القنوات المفتوحة. وبغض النظر عن التطبيق، احنا قلنا ان التول سواء كيوتي ديزاينر او البايثون هو بتستخدم في شتى انواع التطبيقات. فبالكيوتي ديزاينر انتهى بينا ان احنا رسمنا الخانات والكتابة والاماكن دي كلها، وبعدين عملنا تصدير للمنتج بتاعنا على اكستنشن فايل يو اي، وبعدين شفنا ازاي نحوله لبايثون وفتحناه بالباي شارم. بس ده كواجهة فقط، لسه عملية الاناليسيز والفانكشنز كان لسه معرفة. فحابب بس اضيف معلومة ان احنا عملية التحويل من فايل يو اي لفايل بي واي اللي هو بلغة البايثون عشان نكمل شغله ونحط فانكشنز، احنا كنا شفنا ان احنا بنستخدم الفانكشن ديت على الدوس اللي سي ام دي. انا حابب بس يعني اكد على حاجة، ان لو هنا في ماينس اكس وهنا مفيش، لو كتبنا السطر دوت وفي ماينس اكس فهو اوتوماتيك بيصدر لنا الجزء دوت، بيضيفه على الكود في اخره، اخر ملف البي واي بيضيف ده. لو ما حطش ماينس اكس ما بيضافش هذا الجزء. اهمية الجزء ده ان احنا محتاجين ناخد بالنا، يعني ان في طريق، يعني من طرق تطوير التطبيقات في البايثون، ناس بتحب يبقى عندها فايل واحد بي واي في كل التطبيق، سواء كان الجزء الرسومي جوي او الجزء الفانكشنز، وفي ناس بتحب ان هي تفصله الجزئين. الحقيقة عملية ان احنا نرسم باستخدام الكيوتي ديزاينر الافضل فيها ان احنا يبقى عندنا ملفين للشغل. ليه الكلام؟ لان احنا دلوقتي الشخص اللي هو بيكتب الكود بايده بدون استعانة ببرنامج رسمي ويكتب الفايل واحد، خلاص هو بيبقى يعني لو احتاج يعدل اي حاجة في الواجهة هو كده كده عارف فين السطر اللي هيخش عليه او فين الجزء، وهو بيبقى كاتب على هذا الاساس، واي ابديت هو بيعدله في الملف. انما بالبرامج اللي هي زي كيوتي ديزاينر، لو حاولت في المستقبل تعمل تعديل على الواجهة، تضيف زرار، تشيل حاجة، تغير اي شيء، لما بتيجي تصدره الملف يو اي تاني وبعدين تحوله لبي واي، هو في الخط في اللحظة دي بيديليت كل حاجة في البي واي، هو مش بيعدل على الكود اللي انت كاتبه. يعني انت لو بعد ما عملت الواجهة الرسومية وعرفت الفانكشنز وانهي زرار القيمه بتاعته بتاخد تتعمل لها بروسيس ايه عشان يحسب الريزلت وكده، وبعدين قلت انا هغير اي حاجه في الواجهه، هغير لون الخلفيه او هضيف صوره او ايا كان، وبعدين صدرت اليو اي وحولته البي واي، كل الفانكشنز اتمسحت. طيب الحل ايه في الموضوع ده؟ الحل في الحاله دي ان احنا بنشتغل على ملفين، الواجهه الرسوميه بنصدرها اليو اي ونعملها ملف بي واي ونسيبها فايل، وبنعمل فايل تاني خالص فاضي نبتدي نحط فيه كل الفانكشنز وكل حاجة. الرابط ما بين الفايلين انك بتنده في اول الفايل الجديد، بتنده على الفايل اللي فيه الواجهة الرسومية، فبتبقى دي مدخل ليك بحيث بعد كده لو حبيت تعدل والفايل التاني تعدل فيه اي حاجة ما فيش مشكلة، الفايل الجديد بيبقى موجود. طيب يعني نكونكلود بقى الموضوع، ان لو انا هحول من فايل يو اي لبي واي للجرافيكال يوزر انترفيس انا رسمه بكيوتي ديزاينر، استخدم السطر الثاني ده علشان يطلع لي فقط ملف بي واي في الرسمه بدون عمليه التنفيذ ليها، وده بقى هيتضاف على الفايل الجديد. تعالوا مع بعض والدقائق معدوده نبص على المبادئ النظريه بعضها اللي بيشتغل بيها لغه البايثون. لغة البايثون هي لغة OOP، يعني Object Oriented Programming. لو حبينا نفهم مع بعض أو في عجلة المبدأ ده، اللي شاف مننا فيلم ماتريكس وهو فيلم بتدور أحداثه كلها في نظام كمبيوتر سيستم وبرمجة وحاجات كده، هيلاقي إن الشخصية أحد الشخصيات الأساسية في الفيلم هي الشخص ده، وهو كان عبارة عن بروجرام أو حتى ممكن تعتبره فيروس
موجود في السيستم، وكان لما السيستم بيحب ينزل يعني كقتال او كده كان بيستنسخ الراجل ده. فزي ما احنا شايفين هو عنده تعريف للراجل ده، شكله وصفاته وكل حاجة، على قد ما بيعوز منه بينتج منه ايه اي عدد. فكرة هو الاستنساخ دي، الفكرة دي مشيت خطوة لقدام، وبعد كده بدل ما بقى عندك شيء اوبجكت تقدر تستنسخ منه بالكمبيوتر نسخ كتيرة تستخدمها في اي مهام انت عايزها، الخطوة الافضل بعد او الارقى بعد كده كانت طيب انا بما ان انا عندي الشكل الاصلي فانا ممكن اعمل بعض التعديلات فيه. وزي ما احنا شايفين كده انت عندك نموذج واحد تقدر بعد كده تعمل اي تعديلات بسيطة. يعني الصورة دي تمثل المبدأ، يعني فكرة ان انت تعمل تعديلات كثيرة تخلي كأن عندك اشياء مختلفة انما هي في الاصل شيء واحد، وده طبعا تسهيل كبير في عملية البرمجة. المبدأ ده اتطور مرة اخرى بعد كده، وبدل بعد ما كان مثلا انت بتعدل شكل الشيء بقى بتعدل وظيفته كمان. فانت مثلا لو شغال بتطور بتديفلوب لعبه زي لعبه نيد فور سبيد وهي لعبه سباق سيارات، بتبقى انت محتاج جوه اللعبه نماذج لسيارات عشان هي دي اللي هيتم اللعب بيها. فلو اعتبرنا ان انت عندك النموذج ده مثلا فانت عايز تستخدمه في اللعبه، فبدل ما تقوم بعمليه برمجه لعدد كبير من النماذج السيارات، خلاص انا بما ان انا عندي ده فانا هعرف الكمبيوتر على النموذج الاساسي ده، وبعدين من هنا هستنسخ منه نوعين من التغيير، تغيير في الشكل، وده بلغة البايثون بيبقى انت كده بتغير في البروبرتس بتاعته او في حاجة في الفاريبلز القيم. فانت ممكن من خلال التغيير الاولاني دوت تغير اللون، تغير اي حاجة بروبرتس يعني في شكل الشيء او في طبع الشيء. النوع الثاني انك بتغير في الفانكشنز او في الميثود اللي هي شيء بيتحرك، فانكشن يعني اداء، فانت ممكن تغير بالاضافه للتغيير في الشكل كمان تغير في الفاعليه، فتغير اقصى سرعه للسياره ممكن تتحرك بيها، تغير الاكسلريشن، تغير اي حاجه ميكانيكيه يعني فانكشن تتغير خلال اللعبه. كل العمليات دي انت ممكن تعملها من خلال الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. وتخيل لو انت بتطور لعبه زي دي وكنت محتاج لكل نوع من السيارات تعمل له برمجه بشكل مستقل، فنتخيل يعني كميه التوفير في المجهود اللي يعني كونسبت الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بيوفرها. وزي ما احنا عارفين ان في الاخر اي شيء معقد زي البروجرام اللي احنا عايزين اي حد عايز يطوره، وممكن يكون بروجرام كبير جدا، هو بيتكون من اشياء متشابهه. فيعني لو مثلناها باللعبة ديت بل بالشيء الهندسي اللي قدامنا هنلاقي شايفين عدد كبير من التروس، عدد من القضبان وحاجات تانية كده. فانت لو قدرت تخلي المشروع بتاعك اللي هو ممكن يكون معقد جدا ده عبارة عن اشياء متشابهة حتى لو في ظاهرة تبدو مش متشابهة، بس انت بتبقى عارف ان هما كلهم نوعهم مثلا تروس، كلهم نوعهم يعني ادوات للتدوير، او كلهم نوعهم قضبان معدنيه. لو انت قدرت تبسط جوه تخيلك البروجرام المعقد بتاعك الى مجموعه من الاشياء اللي في بينها رابط، يبقى انت سهلت على نفسك كتير جدا، وتحولت برمجه شيء معقد الى برمجه مجموعه من الجزيئات، الجزيئات اللي ممكن تكون ابسط بكتير. وده مش بس بالاضافه الى التسهيل كمان بيمكن ان انت ان الشغل يتوزع على ناس كل واحد يبرمج حاجه فيهم. طيب الحاجه الواحده دي بقى اللي هي قابله للاستنساخ اللي احنا اتكلمنا عنها في الفتره الكام دقيقه اللي فاتوا، هي دي اسمها كلاس. كلاس بلغه البايثون هي الشيء اللي ممكن يستنسخ منه اشياء تشبهه حتى لو في فروق في الشكل الظاهري اللي قلنا عليه بروبرتس او فاريبل، او في الفانكشنز او الميثودز. وبيبقى كل نسخه من الكلاس ده بيطلع منه نسخ، كل واحده فيهم بتتسمى اوبجكت، وهي ديت اللي عليها تم تسميه المنهجيه دي في البرمجه Object Oriented Programming. ولو حبينا نشوف تطبيق يعني أقرب شوية لنا، هنقول كأننا بنعرف بيانات لمجموعة من الأشياء عبارة عن طلبة مثلا، دوائر لعب كرة قدم وسيارات.
تمام. فانا بيبقى عندي هنا لكل شيء من دول او لكل كلاس من دول. نلاحظ ان ستودنت هنا مش معناها طالب بعينه، معناها فئه الطلاب. فانا لما هعمل كلاس اسمه ستودنت اقدر بعد كده بسهوله انا ايا كان عدد الطلبه اللي عندي اللي انا عايز اعرفهم، فانا بقول على اي حد ان هو ستودنت. بمجرد ما اقول على احمد او علي او ايا كان ان هو ستودنت، تلقائي البرنامج بيفهم ان الشخص ده، ان الشيء ده اللي هو ايا كان هو مين، له اسم وله جي بي اي، وبيبقى ليه فانكشن اسمها جيت نيم وست جي بي اي. لو انا قلت على اي حد ان هو سوكر بلاير، في الحالة دي هو تلقائي بيخش على الكلاس اللي اسمه سوكر بلاير. انت بتقول ان مثلا جرجس هو سوكر بلاير، خلاص فبيبقى عارف ان جرجس ده عشان يتم تعريفه محتاج لي اسم ورقم وكذا 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 وكذا، تمام. وبيبقى عارف ان ديت variables انما ديت functions. فدي run دي بيبقى ينتج عنها انك بتدي له order بالrun او order بالjump او هكذا، وكذلك لأي شيء، تمام. الفانكشن هنا بتبقى برضو الاسم التاني ليها الشائع هي ميثود، وهي سلوك في تحرك يعني او تغيير. فانت يعني دي لو حبينا نبص على مثال اخير نطبق فيه فكرة الكلاس او الاوبجكت اللي احنا تعلمناها، هنقول مثلا ان انا كأني بصمم بوابات لترع وعايز اعرف البايثون عليها. فانا يعني شفت ان الداتا اللي انا محتاج اعرفها للبوابه تتعلق بوصف البوابه، بروبرتيز بتاعتها من ارتفاع ولون وهل هي مفتوحه ولا مقفوله. انما الفانكشن او البيهيفير او الميثود بتاع الكلاس اللي هو اسمه بوابه بيبقى ان انا اطلب منه ان يفتح البوابه، او اطلب منه ان يقفل البوابه، او اطلب منه تحكم في القفل بتاع البوابه. في الحالة دي لو انا عايز اعرف الكلاس اللي هو بوابة ده، فانا ابسط شيء خالص ان انا بقول له عرف لي حاجة اسمها سلوس ونقطتين فوق بعض بس. بس دي مش بتفعل شيء، هي فقط بس بتحجز مكان علشان يبقى عملية التعريف تمت. فانت ممكن تبتدي في الفايل البايثون بتاعك تقعد تقول انا عايز اعرف كلاس اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا، فتكتب بس بعدها عشان البرنامج ما يديكش ايرور يعني. فده اللي احنا شايفينه قدامنا ده ابسط شكل من اشكال الكلاس، مجرد تعريف اسمها نقطتين وبس. طيب لو حبينا نعرف شيء عنها زياده شويه، فبنقول لازم نكتب كلاس ويبقى لازم السي سمول، يعني دي هنا بقى اللغويات بتاعت البايثون نقطتين في بعض. وبعدين انت عايز تعرف فاريبل اللي هو اسم نيم، بيبقى ده شكل التعريف بتاعه، تمام. احنا لغايه دلوقتي ما بنعرفش البوابه دي بعينها، احنا بنعرف نوع البوابات او فئه البوابات. بعد ما بنخلص تعريف ان في حاجه اسمها كلاس ونعرف كل خصائصه، بيبقى عندنا هنا التمبلت اللي قلنا عليه. فلو انت عايز تعرف بقى البوابه دي بعينها، تقول مثلا ان دي تدخل الداتا بتاعتها كده، تقول مثلا خلاص ان دور 1 دي من فئه السلوس واللي الهايت بتاعها كذا والكلر كذا ووضعها كذا مباشره. وبيبقى عمليه تعريف البوابه الثانيه بنفس الكلام، هو سطر واحد ده بتقول ان ديت من الفئه دي وخصائصها. طيب كذا. لو حبينا نبص بصه سريعه ازاي بتتم عمليه كتابه الكلاسز، فهنلاقي بشكل عام الكلاس بتتكتب كده، بتكتب كلمه كلاس كلها سمول، وبعدين تحط الاسم اللي انت اخترته، وما بين قوسين لو انت بتستخدم يعني الكلاس دي كمنبثقة عن كلاس تانية أبر منها أو بارنت ليها بتستخدمها. يعني أنت كأنك بتقول أنا هستخدم كل الخصائص بتاعة الكلاس دي في بناء الكلاس بتاعتي. يعني نفس فكرة الأوبجكت أورينتد بس بتطبق على الكلاس، إنك عندك حاجة متعرف فيها ديتيلز كتير، فأنت بتوفر على نفسك المجهود وتقول إن دي شبه دي أو دي جزء من دي او دي تارس انهيرنت خصائص دي، ودي كلها مصطلحات يعني في البايثون بيستخدم.
طيب يعني لو حبينا نبص على مثال هنا ما فيش، هو مش بيستخدم كلاس اخر ياخد منه صفاته، اللي فهو بيعرف كلاس كلها سمول اسمها كده ماي كلاس نقطتين فوق بعض، وبعدين ننزل السطر ده بما ان فيه ثلاث علامات تنصيص فهو كل ده عبارة عن ملاحظات، البرنامج ما بيعملش رن عليها ولا بيشيك عليها. وبعدين نخش، احنا قلنا ان الكلاس بتتكون من حاجتين variables وميثودز. فالفاريبل ادي طريقة تعريفه، بما ان ده رقم فانت بتقول اسم الفاريبل يساوي وتحط اللي انت عايزه. وبعدين هنا الميثود او الفانكشن بتبقى ده تعريفها، طبعا في مسافة سبيس، انت مش مطلوب منك تبقى عارف هي دي قد ايه، هي عموما هي اربعة سبيسز بس انت ما يهمكش، انت ما بتدوس انتر هو بياخد المكان المناسب ليه. البايثون حساس جدا للموضوع ده، يعني انت لو لأي سبب حركت دي كده او كده فمش هتبقى تعتبر جزء من الكلاس، يعني لو دي جت هنا يعني وبقت بادية من تحت الكلاس فخلاص هو هيعتبر ان الكلاس انتهى هنا. بالنسبة له تعريف الكلاس هو ما واخد هذا المكان وممتد تحت الكلمة مباشرة. فهنا بيعرف فانكشن دي اف برضو سمول، فانكشن اسمها اف وبيفتح قوسين هنا الفاريبلز اللي بتستخدم في تشغيل هذه الفانكشن. فاحنا هنا بنقول ايه الاشياء اللي هنستخدمها جوه الفانكشن دي، وبعدين نقطتين فوق بعض بندوس انتر، برضو هو بيبعد المسافات اللي ايه اللازمه يعني. نشوف مثال تاني، هو هنا بنعمل كلاس اسمه ماي فورم. المثال ده انا واخده من شغلنا بتاع الكيو تي او كيو تي ديزايننج او البي واي كيو تي 5. هنلاقي هنا ان الاسم ده اللي هو ماي فورم، انت هنا بتعمل كلاس ل يعني جوي نافذه، انت عشان تسهل وما نبذلش مجهود في ان احنا نعرف يعني ايه زرار ويعني ايه تايتل ويعني ايه اللي هي الحاجات المكونات بتاعه الجوي او الجرافيكال يوزر انترفيس، فانت بتقول له ان الكلاس اللي انا بعملها دي هي نوعها كيو دايلوج كده. هو خلاص مجرد ما انت عملت كده هو ورثه، خد لك نسخه من كل خصائص كيو دايلوج اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس، بقى دي صفات الكلاس الجديده انت عاملها هي ماي فور. بعدين نقطتين فوق بعض بتدوس، برده بياخد المكان المظبوط. وبعدين بتعرف الفانكشن بتاعتك بشكل عام، يعني اي فانكشن يعني تو سبيسز تحت بعض كده وتو سبيسز تحت بعض وبينهم كلمه، دي بتبقى فانكشنز محجوزه جوه لغه البايثون لشيء معين. يعني هنا احنا ما اخترناش اسم الفانكشن، يعني احنا قلنا اسم الفانكشن بعد الديف، ده مش اختيار لاسم الفانكشن، ده هو دي حاجه يعني لازم يبقى اسمها كده، في نوع من الفانكشنز جوه البايثون ده اسمها لازم يبقى ده اسمها كده وبتقوم بدور معين نبقى ايه نشوفه في حينها. لكن اللي حابب نقوله هنا ان ازاي عمليه الكلاس بيتم تعريفها ودينا شايفينها مع بعض هنا. اللي فاكر معانا من الفيديو اللي فات قلنا ان الاداة اللي احنا بنستخدمها في بناء كل شغلنا بتاع الجرافيكال يوزر انترفيس باستخدام البايثون هي البي واي كيو تي 5، وديت عبارة عن مجموعة مكتبة كبيرة جدا من الفانكشنز اللي بتسهل عملية بناء الجرافيكال يوزر انترفيس، كبيرة لدرجة ان جواها 600 كلاس مختلف، يعني فيها 600 بارنت كلاس انت ممكن تقول انا بعمل زي دي. فانا هنا تقول انا بعمل زي كيو دي ويدجت مثلا ودي من الاكثر شيوعا، او بعمل زي كيو تي ديزاين، اي واحده من دول اي كلاس فيها انت بيبقى عندك شكل جاهز جدا تقدر تقول انا الشيء اللي بعمله شبه ده، وبالتالي بياخد كل الداتا اللي فيه ويبقى عليك بعد كده عمليه تعديل يعني اسهل بكتير من اكتب لي من الاول يعني. فالمكتبة دي غنية فيها 600 كلاس و 6000 فانكشن. الكيو تي ويدجت بس اللي احنا بصينا عليها فيها كل الحاجات ديت اللي بتسهل جدا. فلو قلنا مثلا ان انا عايز اعمل تطبيق جديد، فانا بقى محتاج اعرف في بداية التطبيق البروجرام بتاعي سطر بقول فيه التطبيق ده هياخد شبه من انهي فانكشن او انهي كلاسز جوه البي واي كيو تي 5. فتعالوا نبص مثلا هنا بيقول ان انا هعمل
عايز من من المكتبه البي اي كيو تي 5 عايز الكلاس اللي هو اسمه كيو تي ويدجتس من جواها اللي هي فيها كل الحاجات دي، هات لي بس دي ودي 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 ودي. فانا ببقى عارف انا عايز اعمل ايه بيها بالكيو تي ويدجت. طبعا اللي مش عارف هو بالظبط عايز انهي واحده ولسه مش حافظهم، ممكن يحط هنا ستار. لو حط هنا ستار اللي هي فوق يعني اللي هي شيفت 8 مثلا، هيدخل كل الحاجات دي في البروجرام بتاعه، كل الفانكشنز بتاعتها. ربما ده يكون يعني اسهل ان هو لو مش حافظ، بس طبعا يبدو ان ده هيتقل البرنامج، لان ساعتها هيبقى ايه كانه هو بيبص على الحاجات دي كلها. طبعا كل واحده من دول بيبقى ليها فانكشن مختلفه، يعني هنلاقي ديت مثلا لو انت عايز تضيف زرار اللي هو زي زراير اوبن وسيف از وكلوز والحاجات دي، اللي هي زرار تقرا منه باث لملف او فولدر معين جوه الهارد. فيعني كل واحدة من دي ليها تطبيق مختلف، وطبعا هنا بقى بتتبني الخبرة مع كل تطبيق جديد انت بتبنيه، تبتدي يعني تعوز حاجة تبتدي تعرف عليهم واحدة ورا التانية. لو حبينا نجمع كل اللي قلناه مع بعض في من بداية الفيديو مع الفيديو اللي فات، هنقول ان احنا بنستخدم الكيو تي ديزاينر عشان نرسم وجهة المستخدم اللي احنا عايزين نشتغل جواها، وبعدين بنعمل دي بتتحول لملف بايثون. في نفس الوقت انا باجي على الباي شارم واعمل ملف بايثون اخر بيقرا الملف دوت يستخدمه مع باضافه فانكشنز ليه علشان الملف دوت يشتغل ويقوم بدوره الحسابي او الرسومي او ايا كان. فلو قلنا ان احنا رسمنا الواجهه دي المره اللي فاتت وبقى عندنا ملف البايثون بتاعها، بيبتدي الملف الجديد التاني اللي قلنا عليه بعمليه امبورتنج، بنحط هنا كل يعني الاشياء كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها في بناء الابلكيشن بتاعنا. من اول الاشياء دي طبعا الرسمه نفسها كملف بايثون، ده بنستخدمه معانا نحطه في الامبورتنج، نقول امبورت الشكل ده. بالاضافه لذلك بنامبورت البي واي كيو تي 5 واي كلاسز جواه او فانكشنز احنا هنستخدمها في البناء بتاعنا زي ما احنا لسه شايفين دلوقتي. بعد ما بنكتب ستور الامبورتنج بيبقى عندنا جزئين، جزء منه الكلاس اللي بنحط فيه الفانكشنز او الفاريبلز اللي احنا بنستخدمها في تعريف ما بنيناه. فهنا مثلا انا بيبقى عندي تو فانكشنز. الفانكشن الاولانيه بتبتدي بانها بتشغل الشكل ده، بتنده على الجراف دوت بترسمه، وبعدين بتتجه انها تنده على كل فانكشنز اخرى. فاحنا مثلا اول حاجه في الكلاس ده ان احنا بنقول ران ارسم الشكل ده، بعد ما بيرسمه بقول له بالنسبه للزرار ده لو دوست عليه انده على فانكشن معينه اللي هي دي بتاعت الزرار ده، ولو في زرار غيره بقول له بقى في الحاله ديت لو لقيته داس على الزرار التاني يشغل الفانكشن التانيه وهكذا. فبيبقى كان عندنا فانكشن اولانيه ليها دورين، الدور الاولاني انها تفعل ترسيم الشكل التطبيق، ثانيا تنده على الاكشنز او الفانكشنز الاخرى بناء على الانتر اكتنج بتاع الجراف ده مع اليوزر. طيب هل معنى كده لما انا بشغل الملف ده ان بعد ما بيعمل امبورت بيرن الكلاس ده؟ لا، الكلاس ده تعريفه لا يعني ان هو هيتفعل، لازم يتنده عليه. فبعد ما بنتهي من عمليه تعريف الكلاس دوت واحط فيه الفانكشنز اللي قلنا عليها، باجي في مرحله اخيره تحت بنعرف فيها التطبيق. لازم اقول له ان انا ببني تطبيق، الكلام ده هنشوف الصيغ بتاعته في فيديو بعد كده ان شاء الله. لكن اللي حابب اقوله هنا ان احنا بالمجموع ده بنبتدي في الاول نعرف ان احنا عندنا تطبيق، وبعدين بنقول له التطبيق ده هنعمل فيه كلاس او اوبجكت جديد. فاحنا فعليا بنرنن اوبجكت، مش بنرن الكلاس. فالكلاسز ده مش بيشتغل رغم ان ده اللي احنا عرفناه وممكن يكون اكتر مجهود اتبذل فيه، لكن في الاخر زي ما احنا قلنا مبدا الاوبجكت اورينتد انك بتعمل كلاس وبعدين تنشئ منه وتستنسخ منه اوبجكتس، هي دي اللي انت بتشتغل عليها.
ففي الجزء الاخراني بعد ما بتعرف التطبيق بتقول له انا عايز اعمل اوبجكت من الكلاس اللي انا حاطه فوق اللي انا عرفته فوق ده، ماشي؟ زي لو نفتكر المثال بتاع البوابات، فانت هنا هتعرف البوابات كفئه، وبعدين بتقول انا هنا عايز شغل لي بقى البوابه اللي اسمها كذا. وبعدين هنا انت في السطر ده فقط بتكرييت اوبجكت من الكلاس، فكان ده الكلاس ده عندك وانت انشات منه اوبجكت، وبعدين ترن الاوبجكت. فهنا بقى لما بتقول له رن ساعتها بيبتدي يفعل ويرسم ويحسب ويعمل كل حاجه، وفي الاخر بتقول له نفذ التطبيق ده، تمام؟ فانت بيبتدي شغلك انك بتعرف ان انت بتعمل تطبيق، وبتعرف جوه التطبيق بقى ان انا عندي اعمل لي اوبجكت من الكلاس وشغله، وبتنتهي الفانكشن بتاعتك انك بتقول له نفذ التطبيق. وساعات بنضيف سطر اللي هو كلوز اقفل لو في حاله انك عايز يعني تضمن تتابع معين للرن والكلوز للتطبيق. ويعني اتمنى يكون ان حد يكون استفاد من التعريف بتاع الاشياء اللي بتحصل جوه البايثون، وربنا سهل ان شاء الله نعمل فيديو جاي نطبق فيه فعلا على الجوي اللي احنا كنا رسمناه في اول فيديو، ونطبق الكونسبت اللي احنا قلناه في الفيديو ده علشان يبقى عندنا اداة فعلا فعالة في عمل حسابات. شكرا لكم واراكم على خير ان شاء الله. لو حد لقى ان الفيديو ده او اللي فات مفيد ياريت يشيره مع الشخص يستفيد منه. السلام عليكم ورحمة الله.